صحة وهنا. وهي القهوة مثل ما بتحبوها. تفضلوا. عاوزين شي تاني؟ يسلموا ايديك يا خزي. لا سلامتك. مثل ايدكم. صفية تفضل. بعد ما نخلصي تنظيف وتقليب تلحقيني على المطبخ عاوزتك. تطفي منيح كل شي. ها؟ شو رأيك يا سكر خانم؟ أنا عم فكر اشتري بيت تاني مشان فخري يسكن فيه لما بده يتزوج. هيك يا عصمة؟ بدك تبعد ابني وحيدي عني؟ ليش؟ بيسكن معنا؟ البيت واسع وكبير وفاضي، وين المشكلة؟ يعني أنا عبقول لحالي أنت بتضلي مرتاحة وبيضل الجو هادي ورايق حواليك. لك شوفي أحلى بعد هالعمر أني لاقي ولاده هيك عم يفعوا قدامي. ليش أنت ما بتحب؟ لا طبعاً أكيد بحب، بس بدك الصراحة أنا حسيت أنه هي رغبته لفخري أنه يسكن لحاله. طالما البيت واسع ما حدا رح يتضايق، وأنا ما رح خليه يسكن لحاله. بعدين مثل ما قالك أنه لساته صغير على الجواز، خليه يعيش حياته لوقتها منحكي بالسيرة. أمرك يا سكر خانم مثل ما بدك. محجوب لا تطلع يا أمو. الله يوفقك. هذا شكلي أخو لرمزي. شلون يعني ما أطلع يا أمو؟ بدك ياني عنده بالبيت مثل النسوان؟ محجوب برضى عليك يا أمو. والله قلبي مو متحمل، مو ناقصني يلي فيني مكفيني. مشان الله ولك صداع يا واطي، ولك صداع يا محجوب يا كلب. لك إذا كنت رجال بتطلع أرجيني حالك. شوفي شو عم بتساوي لك شكري، شو عم بتساوي؟ اتركني يا معادن، اتركني بدي أخذ بتاري. ليش محجوب هون؟ لك محجوب هون امبارح المساء هرب من سجن الإعلان عم بحكي من بيته. محجوب محجوب افتح عم قال لك إذا كنت رجال بتطلع قدامي يا واطي. لك طول بالك يا شكري، طول بالك. هذا الشيء اللي عم تعمله ما له مزبوط بالمرة. بعدين الخبر بركي ما له صحيح. بعدين مو عيب عليك تدق على حرمة لحالها بالبيت؟ خلصنا شكري، خلصنا. صحيح شكري، يعني الحق معه، حرمة لحالها بالبيت ما بصير تدق عليها. بالناس كلمة. بالناس كلمة. أنا لسه ما خرفت. الناس شافوه بعينهم فايت على بيتهم امبارح بالليل. محجوب عمالك اطلع قدامي، مني مالك فك اطلع، ولك اطلع. تفضل. يسلم ايديكي. قرب صحنك حبيبي. سلم هالايدين يا امو. صحة وهنا. الله يخلينا اياكي. وهي الاكل صار جاهز. يسلم ايديكي يا خيزران، شكله الاكل كثير طيب. ان شاء الله الف صحة وعوافي. خيزران روحي على شغلك. ايه امرك. ايه يا بي شو عملت اليوم؟ يا بي والله اشتريت بضاعة ونزلتها بالدكانة، يعني سعر السجاد عم يزيد، قلت للحق حالي. حلو كتير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا بي، الله يعافيك. معناها بتضب البضاعة بالمخزن وبتراقب السوق، ولما بتشوف السعر ارتفع بتفرد بضاعتك بالدكانة. تربايتك يا بي، أمرك. الله يرزقك حبيبي وشوفك تاجر قد الدنيا. الله يسلمك يا مو، يخلينا ياك يا رب. ابنك ذكي يا أبو فخري، وبكرة رح يجمع مصاري كتير لأنه عم يعرف يفكر ويحسبها صح. ابن أبوه لا تخافي عليه. ماني خايفة عليه يا قبرني، ما شاء الله عليه فتح وقبضاي. يلا رح صب لكم قبل ما يبرد. هات قبرني، هات لسلمك. سلم حبيبي يا أبو. لك ريته صحة وهنا. تمام شوي. قربي صحنك شوي. عيش وضيات. صحة وهنا. قول غسيلي حالك تقبرني. كله من بنتك يا أمو. لو كله من هالفجرة. صفية. نعم يا بيك. يسلموا هالإيدين يا صفية، يا أحلى وردة بهالبيت. تأمرني شي يا بيك؟
ناوليني كاسة المي بالله. لا تخافي صفية، شبيك؟ بتأمرني بشي تاني يا بيك؟ سلامتك صفية. اسمع يا فهيم، شكري ما راح يتركك، بده يقتلك. انت قتلت اخوه رمزي اللي هو اعز اصحابك، هلا بدك تقول ليش قتلته. ومن هلا بقول لك، ها، اذا كان حق عليك انا ما راح اكون معك بنوب. اللي بيطلع بايده لشكري بيطلع برجله. مش كان بده يقرب صوبي، بقي لها اللي بده يصير عليه. ما بصير عمي، ما بدنا دم يصير بالحاره، لا انت ولا هو. هلا بدك تقول لي ليش قتلته، وبوعدك بوعدك وعد شرف، اذا كان الحق معك انا راح اكون جنبك. ما فيني احكي ابو عزام، ما فيني احكي، اعذرني. وانا كيف بدي اوقف سفك الدم اذا ما قلت لي عن الاسباب اللي خليتك تقتله؟ عفيني يا عمي، ما فيني احكي. والمعنى؟ المعنى واضح. مش كان بدي اقرب ناحي وقتها بصفيانا يا هو. ليك محجوب، انا ما راح احكي لحدا، والظاهر انه في سر كبير بينك وبين رمزي. ما بقدر احكي عمي، ما بقدر. محجوب، معك شهر واحد او بتطلع انت وامك من الحاره كلها. ان شاء الله الف صحة وعوافي. تأمروني بشي تاني؟ شو صار بالشاي؟ يلا دغري. يستوي ماما. صحة ماما. خد بيتها. تفضل حبيبي. تفضل يا بك. هاتي عنك. تفضل في خيرك. استموا اليدين يا صفية. الله يسلمك. أي فاخرين، أنا عبقول بعد ما نكسر السفرة إيش كان في ضرورة بنزل أنا وياك لعند التاجر مشان ننزله بالسعر، مشان البضاعة الجديدة. ما في لزوم يا أبي، ما في لزوم. أنا بعرف منيح كيف أتعامل معه. بعدين هو رح ينزل لي البضاعة بسعر الجملة، يعني مثل ما بدي وأحسن. تربيتك عصمت بيك. طيب، مثل ما بدك. معناها أنا رح استناك بالدكانة. إيه أحسن يا أبي، ما في داعي لكل هالمشوار. الله يوفقك حبيبي، وإن شاء الله بتربح بكل شروة بتشتريها. الله يسلمك يا حنونة. كيفك يا صفية؟ أهلين يا أفندي، الحمد لله. صايرة حلوة كتير يا صفية. أمي جوا؟ إيه جوا. وأمك وينها؟ راحت على السوق. طيب، ديري بالك على حالك منيح وأنت عم تنطفي. خاف عليكي أنا. Thank you.
صفية؟ فخري أفندي؟ شبك لقصدي؟ بتريد شي أفندي؟ عملي لي كاسة شايك من تحت إيديك الحلوين. حاضر. يعطيك العافية خزران. الله يعافيك يا أفندي. الله معك. خزران. نعم سكر خانم. خلصي شغل البيت بسرعة، بدك تنزلي معي على السوق، لازمني شوية أغراض، بدنا نجيبهم ونرجع قبل ما تعتم الدنيا. إيه على عيني، تكي وكون خالصة. رح فوت جهز حالي لبين ما تخلصي. ماشي. هلا كلكم بتعرفوا انه محجوب رجع الحارة مشان يعيش مع امه. صحيح، وهذا حقه الطبيعي. زلمه قضى بالسجن 15 سنه. بقى شو رايكم نعمل صلحه بين شكري وبين محجوب ونمنع سفك الدم؟ شو رايك يا ابو رمزي؟ محجوب لازم ينال عقابه. وش كان شكري مصمم على قتله انا ما بقدر امنعه. بس هذا مو كلام يا ابو رمزي. بس انت هيك عم بتساعد على سفك الدم، وهذا شيء الله ما بيريده. كلام المختار مظبوط. أبو رمزي، أنت ما كان لازم تخلي شكري يعلق بها محجوب. يا أخي يمكن شيء على جنب، ما بتخاف محجوب يأذي يقتله؟ هلا أبو رمزي، أنت ما أنا خايف إنه محجوب يقتله لشكري إن كان شكري هجم عليه؟ استغفر الله العظيم على هالحكي. هذا احتمال وارد يا أبو رمزي، كل شيء بدك توقعه. وبهالحالة ما راح تكون راضيان عن موت شكري، ولا دم محجوب ولا مية من أهله رح يطفوا النار اللي جواتك يا أبو رمزي. ابني شكري وتعرفوا طايش، دم أخوه لساته معاش عيش براسه، متذكر هديك الحاسب حزافيرة. وأنا كمان لهلا مالي ناسيها. ما حدا بيعرف السبب اللي خلى محجوب يقتل رفيق عمره رمزي بهديك الأيام. لو كنا بنعرف السبب كانت انحلت المشكلة بين الطرفين. روحوا اسألوا ليش قتلوا؟ ليه ما بتسألوا إله؟ أنا سألته ما رضي يحكي. أعطيته مهلي شهر، إن ما حكى راح يطلع من الحارة هو وأمه، وهيك بتنحل المشكلة. حتى لو طلع من الحارة ما راح تنحل القصة. بصراحة كلام أبو رمزي في وجهة نظر. يعني هيك يشوفوا القاتل قدام عيونهم وما يعملوا شيء صعبة. كمان الشيء اللي حكاه ابو عزام انه يطلع من الحاره هو وامه، والله هي يعني منيحه وفيها كفله. يا جماعه الصلح سيد الاحكام. ابو رمزي شو رايك انه محجوب يدفع دية رمزي وهيك بنخلص من القصه؟ دية؟ لمين قال لك يا ابو نبيل بيك انه انا او ابني شكري بنرضى بدية؟ مال الدنيا ما بيعوضني عن ابني. محجوب ما معه ياكل، منين بده يجيب مصاري؟ هلا اذا ابو رمزي وشكري بيقبلوا بالدية انا بدفع من جيبي الخاص 200 ذهبي وتنتهي القصة، وخلي الولد يعيش مع امه بسلام. هيك خلص هيك بيمشي الحال. شو رايك يا ابو رمزي؟ هن انحلين ما في غيره. يا اما محجوب وامه بيطلعوا من الحارة وعلى الحارك، يا اما شكري بده يقتله ويسيح دمه. غير هيك ما عندي حكي. يا ابو رمزي لا تحط العصي بالدواليب، اكيد في حل. والله انت كبيرنا، يلي بتشور علينا فيه هو اللي بده يصير. هلا انا بشوف انه ننتظر ليمضى الشهر، ان ما حكى بيكون في حل بيرضيك يا ابو رمزي. كلام ابو عزام مظبوط. شو قلت يا ابو رمزي؟ ما بعرف. حا
حسبي الله ونعم الوكيل. وحياة من اسمه علماء جماد، أبو رمزي رح يروح فيها قصة. صباح الخير صفية، عاوزة شي؟ لا سلامتك يا افندي. مش كان بدك شي من السوق؟ غالي بيرخص لك. لا ما بدي شي. ايه؟ على راحتك. ماما شو رأيك روح اطلب لك البنت اللي حكيت لك عنها؟ والله اهلها كتير اكابر وانا حبيتهم من جوات قلبي. ايه يا ماما خليني هلا لخلص شري البضاعة، بدي اعبي الدكانة وراجع حساباتي. يعني شي يومين بس يا ماما، شي يومين بس. ماشي مثل ما بدك، اذا يومين منصبر شو ورانا؟ بدك شي فخري؟ بدي سلامتك تقبرني. يلا بخاطرك يا ماما، مع السلامة. الله وملائكته تحرس عليك. الله يسلمك. شاعل بنار منك، مو حرام صبية حلوة مثلك تكون بنت لفاية؟ امرني يا بيك. سلامتك صفية. الله يسلمك. كيفك يا بابا؟ أهلين تقبرني؟ هاتي ايدك. الله يرضى عليك. الله يسلمك يا طمني، كيف كان شغلك اليوم؟ الحمد لله يا مور، الحمد لله بخير. مرق لعندك ابوك؟ مرق لعند مني وقال لي انه رايح يقابل واحد من رفقاته الضباط الفرنسيين. خير ان شاء الله، تشرب قهوه؟ هي صح لي اشرب قهوه معك واقول لا. ايه انا كل جيتي لكحل عيوني بشوفتك. عشان ما فيني بعد عنك طول النهار يا مور. لك تقبر قلبي ما اغلاك انت. خيزران، يا خيزران. مريني يا خانم. عملي معروف، ساوي لنا فنجان قهوة لفخري. ايه على راسي يا بيك. سلم راسك. ايه يا مو، بما انه لحالنا، شو رأيك جوزك هيك عروس حلوة وسكنك انت وياها هون عندي؟ مو بكير يا مو، بعدين انا قلت لك حابب اسكن لوحدي. ايه لا مو بكير، حلا بقى، ايمتى انا بدي اشوف ولادك؟ أو بدك تعمل حسابك إنه بدك تسكن هون معي؟ أنا ما بقدر بعد عنك ولا يوم، وطالما البيت واسع وكبير شو عليه؟ بصير خير يا مو، بصير خير، نحكي بموضوع السكنة بعدين. طيب مثل ما بدك. يا بس على مهل بتنقايتها يا مو، بدي إياها كاملة مكملة ها مثلك. ولا يهمك تقبرني، بتعرف تنقايات أمك، مو حيلا وحدة بتعجبني. بكره رايحة أشوف في عيلة هيك من مستوانا، في عندهم بنت بتطير العقل كتر مو حلوة، بس إن شاء الله ما تكون انطلبت. إن شاء الله يا مو، إن شاء الله خير. بدي أفرح منك تقبرني. الله يخلي لي إياكي. ماما أنا رايحة مشوار ضروري. يا مو يا مو. مش عن موضوعنا؟ هلأ بتروح على شغلك والمسا منحكي. أمرك يا خيزران، يا خيزران. مريني يا خانم.
بتنزلي على السوق بتجيبي الاغراض اللي وصيتك عليهم، وبتخلي صفيه تنظف اوضه الضيوف لانه يمكن ام خالد ترجع معي. ايه من عيوني. الجماعه اللي رايحه اشوفهم كثير كثير ناس اكابر وبنتهم كثير حلوه، رايحه اشوفها واسمع منطقه. ماشي يا مو، معناها طالعين سوا. يلا. ساعديني بهالغراض. شو بكي يا مو؟ ليش عم تبكي؟ لا يا مو، مو بكياني. كيف مو بكياني؟ عيونك محمرين، شو عم تكذبي علي؟ لا يا مو، مو هيك، بس بطني عم يوجعني شوي، يمكن اخذت برد ومن خوفي تجي سكر خانه قبل ما اخلص شغل. يبعث لي حمى تقبريني. تركتك ما فيكي شيء، ليش عم يوجعك بطنك؟ تعي معي، تعي على المطبخ احكي لي كل شيء، وما تشيلي هم ما بيساير. أنا هلا بثواني بساوي البيت كله. تعي تقبريني، تعي تعي. رايح وبدوخ خلف ليفلي. عليكم السلام، أهلين محجوب، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو حدوي، خلينا يا تعال شوف لي خلينا الخيار. يخلي لي يا أخ معلم، بدنا نرط الخيار وأخذ بندورك معي كاخ. على عيني وراسي. ها؟ علي عمي محجوب. حط له مع السلامة عمي. الله يسلمك عم بسامي، خلي لنا يا يا ميت. أهلين وسهلين، نورت الحارة والله. الله يبارك له. ربع وراء يا ولد. هاي تعبوسك يا ولد. شوف شكري ولك انا على الدارك يا وقت اقول ما كن يا شباب. لك يا شكري، لك يا رمزي محشوب. قولوا يا جماعة، لك يا محشوب يا شكري، لك وحده والله يا شباب. شكري يا محشوب، لك شكري شكري.
معه ولا صغير، لأنك طايش هالمرة علمت عليك تعليم. بس في شغلة لازم تعرفها، أنا أخوك رمزي، ما قتلته ظلم. لما بدك تواجهني مثل رجال ليتني قدامك حاضر. روح روح تخبى بحضن مامتك، روح. ليش هيك لك محجوب؟ ليش؟ يا مين؟ خلص إن شاء الله تكون عجبتك البنت يا سكر. ما شاء الله، العين تحرسها بتطير العقل، ولا منطقة تقول بالبول. إيه، الله يقدم اللي فيه الخير. وأنت يا فخري، شو رأيك نتوكل على الله ونروح نخطب لك إياها؟ اللي بتشوفه أنت يا أبي، اللي بتشوفه. معناتها شوفي لنا الجماعة يا سكر، وخلينا نروح نخطب لها. هو هيك. إيه أنا مو مصدقة هداك اليوم يلي بدي أفرح فيه بابني. الله يخلي لي إياك يا مو. وضعك مو عاجبني، فيكي شي؟ ما في شي يا عمو، ما في شي. أكيد؟ أكيد يا عمو. طيب تقبريني، نامي، نامي مرتاحي. بسم الله على بدنك. نامي تقبريني. شبها هالبنت، والله مو بعادتها اشوفها عم تبكي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك يا ابي، ولموا كل السوق عليهم حتى اجوا جماعة الكركون وشحطوا لشكري. الله لا يوفقك يا شكري، هذا الولد مو مصلي على النبي ولا عم يسمع الكلمة. يا ابي انا خايف تنعاد مرة تانية، ساعتها محجوب رح يقتله. هي المرة بس علم عليه، بس المرة الجاي ما رح يتركه. انا ما رح اسمح بهالشيء، وشكري رح وقفه عند حده، ومحجوب لازم يطلع من الحارة، مو على كيفه. بس مو حرام يطلع محجوب من الحارة يا بي؟ الزلمة كافف بلاء عن شكري وما بده يعمل مشاكل. ولو كان وجود محجوب بالحارة عم يعمل توتر كبير لبيت أبو رمزي، ونحن يا بي ما بدنا يوقع الفاس بالرأس مرة تانية. معك حق يا بي، معك حق. صفية، تعرفي انك عجبتيني كتير، بس لو ما كنتي بنت خدامة كنت تجوزتك اليوم قبل بكرة. بس يا خسارة، روحي على شغلك. عادي هون، عادي لشوف، احكي لي شو مخبي علي من امبارح. يلا قسمنا لحالنا، الخانم مانا هون. احكي يا ماما. انا خايفة بس لازم تعرفي. لك احكي لي بقى، ليش صار لك يومين عم تبكي؟ يا ماما لما طلعتي على السوق. لك ايه شو صار؟ احكي بقى. اجا فخري افندي على البيت. مين اجا؟ فخري؟ فخري ليش لا يجي؟ ما زال ما في حدا بالبيت. لك احكي. قرب علي
قرب عليكي وشو؟ احكي! ماما شو حاطني على غرفته بقوة؟ شو لحمة ثيابي؟ صار لي بده اياه، بس والله قادر قادر، اصلا انا ما بعرف في هيك امور. ويلي ويلي شو؟ قصدك انه اخذ غايته منك؟ يا ابو عزام، بعت وراي. ليك شكلين ما بحكي، ومالك طلع من هون قبل ما تقول لي ليش قتلته لرمسي، والا قسما بالله انا اللي راح يهدر دمك بايده. اللي لشوف ليش قتلته؟ ولك ابني كرمال الله اللي ليش قتلته؟ رح اقول لك ابو عزام، بس بدي توعدني ما احكي لك شيء ويطلع لبرا، يضل الموضوع بيني وبينك. ما بحكي لحدا. عود. عم اسمعك. يوميتها كنت راجع لبيتي بعد نص الليل، ومشوف رمزي حبيبي ورفيقي وصاحب عمري، شوفه طالع من باب بيتي. رمزي محجوب. لك رمزي، شو عم تعمل ببيتي يا رفيق؟ شو عم تعمل ببيتي يا رمزي؟ عم تفوت على بيتي؟ عم تخوني بحريماتي يا قليل الشرف؟ قتلتني، قتلتني يا محجوب. بيتك كلك مفهومية يا ابو عزام، كلك مفهومية. يعني هلا لهذا سبب اختك هي سهران هربت من البيت؟ هربت قبل ما الحق اقتلها. ليك محجوب، سرك كبير وانا ما راح احكي لحدا بنوب وشو من صار. وشكري أنا بتفاهم معه. بعدين عمي، إيش كان بدك تبقى بالحارة؟ ما حدا بيمنعك. أمرك عمي أبو عزام، أمرك. بس بعد إذنك بدي منك شغلي. مور، أنا ما حدا عم بيرضى يشغلني، ومو صفيان معي ولا فرانك أصرف على بيتي. فإذا بتأمل لي أي شغلة بمعيتك. ايه شو علي عمي، شو علي؟ في عنا زبال اللي بالحارة أعطاك أمره، وأنت بتعرف هذا الشيء. يعني الحارة بدها زبال. بعدين لك عمي، الشغل مو عيب، أبداً مو عيب. إيه أنا موافق،
المهم شغلة بترضي رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك شوي عمي، طول بالك. خود هدول بتشتري بقشي بتوابعها والباقي بتخلي معك مصروف البيت، بس اوعك اوعك تعلق مع شكري، فهمت؟ الله يجبر بخاطرك يا عمي ابو عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خيزران؟ يا خيزران؟ بتروحي بتساوي لي احلى فنجان قهوه، انا اليوم ماني عاطيه فرحتي لحدا. بكره رح نطلب لفخري، هلا كنت عند الجماعه. يا خانم في كلمتين لازم تعرفيهم. شوفي كأنك بكياني، شو صاير؟ من وراء ابنك. ابني؟ ابني أنا؟ شبو؟ شبو؟ ابنك يا خانم. وقت أنت رحتي عند الجماعة وأنا نزلت على السوق لجيب أغراض، رجع على حالك على البيت. تعرفي ليش؟ رجع رجع ليعمل عيبة مع بنتي. ايه الله لا يوجه لهم خير كيف ما داروا الشو. انا هيك يصير فيني وبنتي هيك يصير فيها بعد كل هالسنين اللي خدمناكم فيها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ولك انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ ابني انا يعمل العيب مع بنتك هي الصغيرة؟ لك شو عم تحكي؟ ايه هي الصغيرة وانتي قلتيها؟ هي الطفلة. ومن وقت ما عمل معها هالعملة وهي قاعدة بالمطبخ عم تبكي لحالها وانا ماني عرفانة شو صاير معها. لك تفوه عليه، تفوه على شرفه. ويا حيف على كل لقمة اكلناها ببيتكم. روحي روحي من خالتي. روحي ما خليتي. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ السلام عليكم. سكر سكر شو بك؟ شو في؟ مصيبة مصيبة يا عصمة وحلت علينا. مصيبة؟ ليش شو في؟ شو صاير؟ ابنك وحيدك فخري شو بو؟ صاير له شي؟ مو صاير له شي، بس عامل عملة سودا قد راسه. ليش شو عامل؟ شو عامل؟ اعتدى على صفية. ابنك يا عصمة اعتدى على بنت قاصر. أعوذ بالله أعوذ بالله. لك شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ شو عم تحكي انت؟ امتى صار هالشي؟ من كم يوم من كم يوم لما كانت صفية لحالها إجا واعتدى عليها. وينه هلا؟ لسا ما رجع من شغله. وانتي كيف عرفتي؟ مين خبرك؟ خيزران شافت بنت عم تبكي صار لها كم يوم، ضلت علي لحتى حكت لها. كلب كلب واطي. خير. شو بكون؟ ليش ما عم تردوا؟ شو صاير؟
عليك يا واطي. لك انا يخرب بيتك؟ ليش هيك عم تحكي معي ابي؟ ليش؟ لك عامل حالك ما عرفان عملتك الوسخه؟ ليش انا شو عملت؟ صفيه. ولك هي عامله بتعملها مع صفيه؟ ولك انا هيك ربيتك؟ وهلا شو بدنا نعمل؟ ما بعرف ما بعرف. انا بعرف يا بيك. خيزران، في حل بيرضيكم وبيرضيني، انه ابنك يتجوز بنتي صفيه. مستحيل مستحيل. انا ابني يتجوز بنت خدامه؟ هذا الكلام مستحيل. من ايمتى من ايمتى البكوات بيصهروا الخدم؟ انا بنتي عندها اب واستشهد بالحرب، وانا قلت لكم هالحكي من اول يوم اجيت فيه لعندكم على البيت. صار ولا ما صار؟ صار صار يا خيزران صار. بس انتي لازم تهدي لحتى نتفاهم. انا ما بدي اهدى، وانتو اللي غدرتوا فيني بعد كل هالسنين اللي عشت عندكم بالبيت. انا لو مالي شريفه وبخاف على بنتي ما كنت اشتغلت عندكم خدامه. مفهوم مفهوم هذا الكلام مفهوم، لكن جوازته من بنتك مستحيل. هذا الكلام بنلاقي دوباره نستر على البنت، ويا دار ما دخلك شر. لا يا بيك، هذا الحكي ما بصير، وانا بدي كبرها. وايش كان ابنك ما تجوز بنتي، انا نازله على العدليه لاشتكي عليه، وتوصل لوين ما توصل. ومن بكره الصبح طب اغراضي وماشي انا وبنتي. خيزران خيزران سكر تركيها. اشتكت للعدلية رح تنزعلنا سمعتنا، وفخري رح يفوت على الحبس، وساعتها منكون خسرنا كل شيء. شو بدنا نعمل يا عصمت؟ لحنا لازم نلاقي طريقة نسكتها فيها. عم فكر يا سكر عم فكر. أهم شيء ما يتجوزها، هذا أهم شيء. ما بدي فضايح، وخصوصي حاكين له مع جماعة مشان نطلب له عروس. الله يلعنك على هالعملة السوداء. طيب شو رأيك نجوزها لحدا من معارفك؟ معارفي؟ لك مين رح يقبل يتجوز بنت خدامة وعايبة؟ أنا قصدي لحدا من هدول الرجال اللي كانوا يشتغلوا تحت أمرتك أيام زمان. لك فهمت عليك، بس معقول حدا منهم يقبل؟ ما بظن. معناها صار لازم نسايرها لخيزران خانم لحتى ما تشتكي علينا، ولا شو رأيك؟ خيزران مصرة تترك البيت، وساعتها رح تفلت من ايدنا ويصير صعب التفاهم معها. طيب شو بدنا نعمل؟ انا رح اتفاهم معها بكره الصبح، وخليها معلقه لبين ما الاقي حدا يشيل عنا هالمصيبه. والله بتعمل زينة العقل. وبتنتبهي لابنك، ما بدي اشوف وشو لبين ما تنحل المشكله، والا قسما بتبرى منه. طول بالك يا رجال، احنا مالنا غيره للولد. شو يعني طي الشباب؟ لك لا تقولي طي الشباب، هذا اللي عمله ما بينغفر. هي اسمه وطاوه. ما كنت بتوقع من ابني يعمل هيك عملي ابدا. والله انا مثلك ما كنت متوقع، بس شي وصار وانفرض علينا، منتركه ولا منعمل مستحيل لحتى ما ننفضح؟ ما أنا مشان هيك رح أعمل المستحيل لحتى حل المشكلة قبل ما يصير شي ونندم عليه. وأنا معك، أنت فصل وأنا بلبس، بس المهم نخلص من هالفضيحة بسرعة. رايحة؟ أي زلام؟ استني بدي أحكي معك.
ما عاد في شيء بيناتنا ينحكى يا عصمت بيك. أنا لقيت حل بيناسبك وبيناسبنا. وشو الحل اللي بيناسبنا غير إنه فخري يتجوز صفية؟ لقيت عريس لصفية غير فخري. ومين هاد يلي بده يقبل يتجوز بنت عايبة؟ موجود. بس أنت عطيني شوية وقت لحتى أرتب جوازتهم، وما راح تكوني غير راضيانة. نحنا ما بيهون علينا زعلك يا خيزران. إيه بس مو معناتها إني أبقى قاعدة هون ببيتكم. أنا ميالتي خلصوا من عندكم يا بيك. أنا ما راح أمنعك من الطلعة. هي حريتك. بس لازم تفهمي إنه الموضوع اللي صار لازم نتعاون مع بعض لحتى نحله. شوف شو بصير معي وبمر لعندك على السوق. بفهم من كلامك موافقة؟ شو بدي أعمل؟ غصب عني. بس إيش كان عم تحكي هالحكي لتنيمني على السيرة؟ بحب ضمنك إني رح أشتكي إذا ما صار الأصول. لا لا أكيد رح يصير. أنا كمان صفية بتهمني وما تعودت أضرب حدا، وأنت بتعرفيني منيح. بعد اللي صار معي ومع بنتي يا بيك أبقى أمن لحدا. قلنا الله ما بينسانا. رح نروح على حرمة مقدرة بتخاف من الله بنت عالم وناس، بنقعد عندها يوم وبعدين بنشوف شو الله بيخلي. الله ما بيتركنا لك بنتي. أنا الحق علي بكل شي صار. لا تحكي هيك، أنت ما دخلك، لساتك صغيرة ما بتفهمي شي. الحق على هالأولاد الحرام يلي ما قدروا العشرة 16 سنة كبوا الخبز والملح، وهالواصي يلي عمل عملته وهرب. قلنا الله لك بنتي، قلنا الله. امشي. مرحبا خالتي. أهلين تأمريني. كيفك؟ أهلين فوتي حبيبتي. أهلين تأمريني. أهلين. مرحبا خالتي. أهلين خالتي. كيف صحتك تأمريني؟ مشتاق لك تأمري. أهلين. تفضلي فوتي حبيبتي فوتي. قصدك تقولي إنه تركتي الشغل من عندها للسكر خانو؟ إيه والله يا خالتي قبليلة. وشو السبب؟ ضايقوكي بشي؟ يعني إلك عمر عند منه؟ والله ما بعرف شو بدي قلك. يعني صايرة معاملة سكر خانم صعبة شوي، وأنا عم لاحظ هالشي من زمان. قلت لحالي بترك الشغل، الله ما بيقطع. غريب، مع إنه المخلوقة بتحبك كتير. وأنت يا صفية عين الله عليكي، كبرانة وحليانة. الله يحل أيامك خالتي. قولي على طولي أنا شو صار فيكي يا بنتي؟ والله رح شل عليكي. ايه خيزران، ما قلتي لي وين ناوية تروحي؟ عند مين بدك تشتغلي؟ والله ماني عرفانة يا خالتي ام ليلى. قلت لحالي بجي بقعد عندك شوي بما انك قاعدة انت وليلى لحالكن، لبين ما لاقي بيت استكري. شنو الحالي مطولة ورجع لعند سكر خانم ما بقى لي. تقبريني والله بيتك هون بتعدي بقلبي وبعيوني، وهلا شوفي بستجي ليلى بده يطير عقلها، وخاصة بس تشوف صفية. وين ليلى؟ ليلى استكرت إززي بالصالحية وربي يوفقها بتشتغل هناك. بالصالحية؟ ايه بالصالحية. ليش إلك حدا هنيك؟ لا لا ما بعرف حدا. يا عميد أهلا وسهلا بخيزران خانم، بعد زمان زارتنا البركة والله. بهالعين الحلوة يا أنسة ليلى، طمنيني عنك شو أخبارك؟ إن شاء الله خطيبك في أخبار عنه. لا والله لسه ما في أخبار. شو بدي أعمل؟ ناطرة حتى الله يفرجها. الله كريم. ولك صفية حليانة كتير يا درسانة. الله يحلي أيامك أنسة ليلى، ما في حلا وأنت موجودة. توبشيني على هالحكيات، كبرانة. فتحي عين غمضي عين بتلاقي العرسان طابور على باب بيتك. إيه الله كريم. ما قلتي لي كيف الشغل بالصالحية؟ حلو كتير كتير وناسها كتير لطاف. كل الناس خير وبركة هيك بيقولوا، بس أنا اكتشفت غير هيك. الناس ما في إلا عم تستغل بعضها وتاكل بعضها. خير صاير شي معك مع سكر خانو؟
والله صاير كتير، وأنا ما عاد إلي قاعدة عندهم، بدي أعيش لحالي وشوف حياتي. يوه لهالدرجة؟ شوفي عذريني، ما فيني أحكي لك، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. خوفتيني عليكي، شو صاير؟ بعدين بنحكي. مثل ما بدك. صفية، شو رأيك تقومي معي على المطبخ نعمل عشاء؟ إيه أمي، قومي تقبريني عنيها. حاضر. قومي حبيبتي. تعالي شوف، فوتي وسكري الباب وراكي. إيه ستي، أنا ما حأستنى لبكرة، هلا بدك تحكي لي كل شيء صاير معك، والله غليتي لي قلبي عليكي. والله ما بعرف كيف بدي افتح هيك سيرة معك. ها، معناتها في سيرة مخبيتيها ولازم أعرفها، يلا احكي. رح أحكي، بس بدك توعديني إنه هالحكي يضل بيني وبينك وما حدا يدري فيه. الله يسامحك، على أساس ما بتعرفي إني ما بحكي. يا ستي لا تخافي، بوعدك ما أفتح تمي، تفضلي احكي. فخري أفندي. شبو؟ اعتدى على بنتي صفية وعمل معها الحرام. شو؟ لك انتي شو عم تحكي؟ فخري أفندي؟ العمى بقلبه شو مسخ؟ لك صفية قاسي؟ دخيلك وطي صوتك، ما بدي حدا يكره. طيب قولي لي انتي شو عملتي؟ هددته. إش كان ما راح يصلح غلطته ويتجوزها، أنا راح اشتكي عليهم للعدلية وهي بتاخذ لي حقي منه. بس إذا اشتكيتي للعدلية رح تنفضح البنت، وأنتي مالك بهالوارد. لك شو بدي أعمل؟ ما في غير هيك. طيب قولي لي هنن شو حكوا لما هددتيهم؟ ما عجبهم الحكي وصاروا يلفوا ويدوروا، وقال شو؟ عصمت بيك ما بيجوز ابنه لبنت خدامة. لك الله لا يوفقه. لك شو مفكرين العالم تسلعتهم؟ العمى بقلبه. وقبل ما أطلع من عندهم قال لح يدبروا عريس مشان يتجوز صفية. بالله شو؟ ومين هالغبي اللي حيرضى بهيك جوازة؟ ما بعرف. مشان الله ما تأخذيني، بعت لي حمى، مو هيك قصدي. ولا يهمك، بس أنا خايفة يكون عم يخدرني كرمال ما أشتكي عليه وأفضحه. اسمعي لكان، من بكرة بتحمي حالك وبتروحي لعند منه، وكل يوم بتروحي لعنده وبتنقي فوق راسه بلا ما يحس إنك أنت رح تسكتي عن حقك. هيك قلتي؟ طبعاً، هذا الموضوع ما بينسكت عنه أبداً. يا علي عليها، صفية طفلة ما بتعرف شي بهالدنيا. هذا اللي مجنني ومجالطني ومخليني يطير عقلي. استهدي بالله، خلص طولي بالك، أنا معك إن شاء الله ما بيصير إلا اللي بدك إياه. أهم شيء إنه لا يقنعوكي إنه هن بيدبروا لعريس، ما لازم ترضي إلا بفخري. شكيته لله وهو بياخذ لي حقي منه. آمين، الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. من تمك لباب السما يا هلا معقولة خيزران تروح تشتكي للعادلية؟ بس لو بدها تشتكي كانت اشتكت على الحارك. يمكن عم تهدد تهديد لحتى تجوز صفية لفخري. ما كان لازم نتركها تطلع برات البيت، كان لازم تضل تحت عيننا لتنحل المشكلة. هي أصرت، شو ساوي أنا؟ بس أنا اللي بعرفه إنه ما معها مصاري كتير، يعني اللي معها ما بيقدوها تسكن وتاكل وتشرب فيهم إلا إذا بلشت تشتغل عند حدا غيرنا. أنا لازم شوفها، لازم شوفها وتفاهم معها، ما بدي أوقع بشي فضيحة كبيرة. إن شاء الله، إن شاء الله بتلاقيها وتقدر تقنعها، إن شاء الله. يا رب دخيل اسمك. آخ يا بنتي شو صار فيك؟ الله لا يوفقك يا فخري على العملة، والمصاري اللي معنا ما بيكفونا أسبوع تاني، وهيك صعب مستكري بيت نتقوى فيه. شو رح نعمل يا ماما؟ ما بعرف. بكرة رح شوف عصمة الزفت وحاول أضغط عليه قد ما بقدر. يا ماما نحن ما عدنا نرجع عند هالجماعة، مو هيك؟ لا إن شاء الله ما عاد نرجع، ولو بدي ارجع ما كنت طلعت من عندهم وقعدت عند ام ليلى. بس يومين ثلاثه ما بدي احرجهم اكثر من هيك. والله ليلى ام ليلى بنشربوا مع المي لاكله، مشان هيك انا اجيت لعندهم.
أصمت بيك. خيزران. ايه خيزران يا عصمت بيك، جيت لحتى نحل هالمشكلة بسرعة. طيب طيب، بس انت وين قاعدة هلا؟ تقاويت عن جماعة لبين ما نحل هالقصة. اسمعي خيزران، انت لازم ترجعي انت وبنتك لعنا على البيت وبتتموا عنا لحتى نحل هالمشكلة. وشو بدك؟ انا حاضر، ما بدنا فضايح يا خيزران، وانا بوعدك صلح غلط ابني وبسرعة. وبأي وش بدي ارجع اقعد يا عصمت بيك؟ خيزران، هيك ما بتنحل المشكلة. بعدين تعال اقلك، انت ما معك مصاري تستقري بيت ولا تعيشي لوحدك، ووحدانية مالك حدا، فالافضل انه ترجعي انت وبنتك لعندي على البيت، وانا بوعدك ما بتكوني غير رضياني. شو قلتي؟ قلت لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، معناها خلينا نروح نجيب بنتك صفية ونرجع لعنا على البيت، وأنا بوعدك بعد ما تنحل المشكلة أعطيكي مصاري قد ما بدك، واستأكري لك البيت اللي بدك إياه، إش كان ما عاد عندك رغبة تقعدي عنا. شو قلتي؟ أمري لله. تفضلي. فوتي يا خيزران. شايفتك رجعتي. رجعت لأنهي هالقصة يا خانم، وإش كان ما صار اللي بدي إياه ما رح أسكت منوب. طولي بالك يا خيزران، طولي بالك. سكر، أنا أصريت إنها ترجع، لأنه خيزران ما بصير تبقى لوحدها بنوب. منيح إنك أخيراً اقتنعتي. فوتي على غرفتك، لساتها مسكرة مثل ما تركتيها. حطي غراضك وتعالي لنحكي. ماشي، بس يكون بمعلومكم ما رح يغمض لي جفن بهالبيت ليصير اللي بدي اياه، يا اما رح اطلع عن طوري وشو ما صار يصير. ولو يا خيزران، نحن عشرة امر. يلا فوتي على اوضتك وغيري ثيابك وتعالي لنشرب فنجان قهوه من تحت ايديك. ماشي، يلا بنتي. عملتي يا عصمت. سكر، بدي اياكي ترجعي تعمليها مثل الاول، لا تزعجيها بنوب. الغلط طلع من عنا يا بنت الناس، هي ما لها ذنب. بعرف انه ما لها ذنب، بس انا مقهوره منها، يعني مقهوره شلون انقلبت علينا بهالشكل هي. لك معها حق، معها حق، مصيبتها كبيره، اي حدا يكون بمكانها بيعمل اكثر من هيك. بعرف، والله بعرف، يمكن انا قسيت عليها شوي بالحكي وما كان لازم خليها تترك بهالسهولة هي. على كل حصل خير، حصل خير. برجع بأكد لك يا خيزران، أنا ما رح تخلى عنك، وصفية غالية علي، وأنت كمان خدمتينا أكتر من 15 سنة، هدول لا يوم ولا اثنين، وحياتك لجوزها لصفية أحلى جوازة. المهم تكوني رضيانة. أنا رضياني يا بيك، المهم استر على بنتي. أكيد أكيد يا خيزران، بس أنا في عندي سؤال، يعني كل هالسنين منعرفك بس ما منعرف أهلك. قلتي لنا إنه جوزك استشهد الله يرحمه، بس أهلك وينهم؟ أهلي؟ أنا أهلي ماتوا من قبل ما أجي لعندكم. يعني مقطوعة من شجرة؟ إيه هيك شي. نحن أهلك يا خيزران، وبإذن الله ما رح نتركك، بس إنه يعني فكرة هي الشكوى أنا برأيي تنسيها، لأنه ما رح تحل مشكلة، مو هيك؟
أنا المهم أستر على بنتي يا بيك. طبعاً طبعاً، هذا حقك الطبيعي. يعني بفهم من كلامك إنه خلص اتفقنا؟ إن شاء الله. بس ما قلتوا لي مين هو العريس؟ في شاب من الرجال اللي كانوا يشتغلوا تحت إيدي، قبضاي وآدمي وبعده عزابي، رح جوزوا إياه. المهم يقبل يا بيك، ما بدي مطمطة بالقصة كتير. لا تخافي، أنا بقنع بطريقتي. وأنا مستني بس مو كتير. عصمت بيك كلامه طابه، وأنت بتعرفي هالحكي. ماشي، أنا قايمة أشوف شغلي. لنشوف آخرتها معه. يعني أنا ما عم بقدر أفهم كيف هيك راحت معه وتروح يا أمي. وين المشكلة؟ معقول تكون كبرانة بيناتهم لهالدرجة وأنا ما بعرف؟ لا لا أمي، أنا يمكن عم زيدها شوي لأني فهمت منها إنه ما بقى ترجع لعنده. ستي الله يصلح بيناتهم. آمين. يا ترى شو صار لحتى رجعت لعندهم بهالسهولة؟ الله يكون بعونك يا أخي زران على هالمصيبة. أنا رح حلها قصة معرفتي، وإياك إياك تغلط هيك غلطة مرة تانية، وإلا ما رح تشوف مني خير. بوعدك ما عاد أغلط يا أبي. الله يخزيك يا الشيطان. تفضل. خيزران سامحيني بشان الله. خطبك ياها وجوزك ياها وسكنك عندي. لا يا سكر خانم، بعد إذنك هذا الموضوع ما بينفتح بنوب لحتى نسكر على سيرة صفية على الخالص. بس صاروا حكيت مع الجماعة. أجليها، مو وقته بنوب. إحنا بشو ولا بشو؟ الخطبة قال مثل ما بدك أبو فخري. سكرنا على السيرة ماما، وإنت كمان خيزران شو ما عملت لا ترد عليها سايرة، لأنه الغلطة اللي غلطتها معها كبيرة كتير كتير كبيرة. رح نصلح الغلطة يا عم، رح نصلحها. وأنا شو ما سويت ما رح أدركها فيكن أنت وأبي. شنو سكتوا عني بالغلطة الكبيرة هي؟ مضطر اسكت لأنك ابني، مشان سمعتي بين الناس. الله يصلحك ويهديك. خلصنا أبو فخري، حكينا كتير بالسيرة، وفخري وعدنا إنه ما بقى يغلط هيك غلطة لا مع صفية ولا مع غيرها. أعوذ بالله، توبة يا أبي. مضطر صدقك، ما كنت متوقع منك هيك فصل ناقص بنوب. عصمات سكتنا سكتنا سكر خانم. خد تقبرني شراب شاي. شو عروس شفت لك يا لك؟ انا ما وصيتك اللي صار بيناتنا ما لازم حدا يدري فيه؟ هيك بتغدري فيني يا صفيه؟ ايه شو عليه؟ الحق مو عليكي، الحق علي انا اللي وثقت فيكي وامنت لك. بعد عني. على كل حال لسه ما خلصنا، وانا مو نسيان لك الموقف اللي حطيتيني فيه ابدا. ولو اني ما بسخى فيكي بصير خير. روح نوم. الله يوفقك. الله أهلا وسهلا بأبو نبيل بيه. خبرني عنك، وين غاطت يا رجل؟ زمان ما شرفتني بزيارتك. على رأسي والله يا عصمت بيك. شو بدنا نساوي؟ أخبار ما في، بعد ما بيطلع الواحد على التقاعد بس بيقعد بهالبيت وبيتذكر الأيام اللي راحت. ليش الأيام اللي راحت بتنسى يا أبو نبيل؟ إيه صلى على هديك الأيام. كبرنا كبرنا، واليوم اللي بيروح ما بيرجع.
مظبوط. انت طمني شو اخبارك؟ صحيح ابنك فخري جوزته؟ لسه والله عم ندور له على بنت الحلال. وانت محروسي بنتك شو اخبارها؟ صارت حكيمه، فتحنا لها عياده بالحاره وعم تداوي اهل الحاره الحمد لله. ما شاء الله عليها، الله يجزيها الخير. وما جوزتها؟ لا والله لسه ما اجى نصيبها. هيك لكان. ايه كله خير. شرف تفضل. تفضل. يسلم والدين. ما قلت لي يا ابو نبيل شو قصة مقتل ابنه لابو عزام؟ يعني في تار بالقصة؟ عصمت بيك تار شو؟ يعني بقصد في حدا له تار عنده او عند ابنه؟ لا ما في هيك شيء ابدا. شيء يعني معقوله نقتل شاب هيك بدون اي سبب مهم؟ ما في اسباب. وكل اللي بنعرفه انه ابو عزام وعزام اهل الحاره بيحلفوا باخلاقهم. يا سيدي رحمه الله عليه، بس الا ما يظهر الحق. بده يظهر، الحق ما بيضيع. معك حق. ابو نبيل ما غيره لساته على حاله، ولا مرة جاي على البيت كأنه صاير شي بالحارة. يا ترى شو القصة؟ ومن إمتى أصحابه هو وعصمت؟ معقول يكون تعرف علي؟ من وين بده يعرفني؟ إش كان ما شافني بالحارة من لما كنت صبية؟ مثل ما عمل لك يا سكر، انسي هدول الجماعة اللي رحتي تخطبي من عندهم، واخطبي له الحكيمة نسيمة بنت ابو نبيل بيك، هي بتليق بابنك. انت هيك شايف؟ اي نعم انا هيك شايف. تفضل. يسلموا. شو في يا خيزران؟ بدي أعرف شو صار بموضوع صفية يا بيك، وينه العريس؟ بدك تصبري شوي، الشاب رايح بمهمة وأنا عم استناه لحتى يرجع، أنا ماني نسيان الموضوع. بس يعني يا بيك، طيب شبك؟ ليش آكلة هم؟ خلاص الموضوع حسمنا، رح نجوزها. بدي اطمن على بنتي يا خانم، هذا حقي. طبعاً 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 حقك يا خيزران. شوفك يامو. ماشي طالع، بس بدي احكي معك بعدين ولحالنا. اطلع من هون والا. ماشي ماشي طالع. صباح على خير صفية. أمي فخري فات لعندك على الأوضة شي؟ لا يا مولا. رتبتي المطبخ؟ ايه. قومي اجلي الفناجين. يلا قومي يا حبيبتي. حاضر. يلا توبريني.
السلام عليكم. يا ميت اهلا وسهلا سكرتنا. كيفك يا ميت؟ كيف اخبارك؟ يا ميت اهلا وسهلا شوفي. والله مشتاقه لك من جوات قلبي. كيف شرف هيك خبرنا على بالك؟ لا تقولي يا انتو دايما بالبال. يا ميت اهلا وسهلا شرفي شرفي. اهلا وسهلا. بس اليوم جاي لعندك زياره مو عاديه بنوم بنوم. خير خير ان شاء الله. انت بتشرفي باي وقت يا ميت اهلا وسهلا. سمعت انه بنتك الله يسلمها نسيمة صارت حكيمة. اي أيوة والله ان شاء الله. الف الف مبروك. ايه ها شو بدك احلى من هيك عقبال ما تفرحي فيها. الله كريم ان شاء الله. تسلميلي. بصراحة يا ام نبيل اليوم جاي لاحكي ببنتك نسيمة لابني فخري. إلنا الشرف يا سكر خانم. ها هي اجت نسيمة. شوف سكر خانم عنا. يا اهلين وسهلين زعلتنا البركه. كيفك يا مو؟ اهلين حبيبه قلبي ما شاء الله عليكي كبرانه وحليانه. حل ايامك يا رب. خير صار لك زمان ما زرتينا. اطمني حبيبه قلبي من اليوم ورايح رح تشوفيني كثير. طمنيني عن شغلك ما شاء الله قال صرتي حكيمه. ايه الحمد لله. بنتي نسيمة هي جايتها من المشفى بس هي فاتحة عيادة بالحارة يعني بتروح بتعالج المرضى. ما شاء الله حولها وحواليها يخزي العين. ايه ها هيك البنات بيرفعوا الراس. تسلم والله خجلتيني. ليش الخجل حبيبتي هي الحقيقة وبإذن واحد أحد رح تصيري كنتي إذا الله كتب لنا نصيب. أما شو هالنسيمة يا عصمت بنت بتطير العقل. أبي كفي إنها حكيمة. ما قلت لك من الأول هاي لازم تكون عروسة ابنك يا سكر. هاي ناس من مقامنا وأبو نبيل بنرفع فيه الراس. إيه هذا نسعب. صدقني من لما شفتها هيك فاتت لقلبي لك. لا وقال عندها عيادة وبتكشف على المرضى كمان. معناتها نتوكل على الله وأنا متأكد إنه أبو نبيل فوراً رح يعطينا. من تمك لباب السما خلينا نجوزه ومسا دائما تفرح فيي قبر قلبي. لك أنا اللي كاسر إيدي يا سكر عملته السودة مو مصدق على الله ايما تخلص من هذا الموضوع لحتى جوزي وارتاح. وانت كمان عجل شو عم تستنى؟ لاقي غير عريس. الوقت عم يمرق يا عصمت. بصراحة يا أبو نبيل أنا تفاجأت بزيارتها لسكر خانم بس يعني كان مبين إنه زيارتها مو عادية. الجماعة سلامتهم وفخري ما في منه بس مو المشكلة. مو معقولة مثلا نجبر عليه هيك جوازة. لازم ناخذ رأيها بالأول. يا بتقول إيه يا بتقول لا. هلا بنتك ساكتة بدك تسألها اسألها. حاكم أنت وياها بتفهموا على بعض. يا نسيمة يا بابا يا نسيمة. خير بابا. سكر خانو اجت اليوم لعنا وطلبت ايدك لابن فخري فشو رايك؟ بصراحه هي لمحت لهذا الشيء بس يعني انا هذا فخري ما بعرفه يعني ما بعرف اذا بيناسبني ولا لا يعني مبدئيا ماني موافقه. ايه على راحتك. سمعت شو قالت؟ حكي منطقي. شو رأيك نقول له يزورنا هون وتتعرفي عليه؟ ايه لازم لأنه بابا أنت بتعرف داخليته لهذا الشاب فخري يعني أنا ما بعرف هو كيف بيفكر كيف هو من جوا. لا والله أنا بعرفه لما كان صغير كتير. ايه شو بدها تكون داخليته يعني؟ الشاب ابن عائلة أكابر. ولو كان أنا ضد إني أتزوج مثل باقي البنات. أنا لازم أعرف الشاب وأعرف داخليته. وأنا موافقة. هذا حكي مثقفين. أنا حبيتك تجي لعند مني مشان أعرف وجهة نظرك بموضوع ابني فخري. أنت يا أبو نبيل أخ وصديق قديم وأنا إلي الشرف إنه نصير نسايب. مثل ما بتعرف البنت لسه ما بتعرفه لفخري فتركتها هيك تاخذ وقتها وتقرر. بس عصمت بيك أنت وابنك بتشرفونا. يا سيدي الله يقدم لي فيه الخير. بس ما قلت لي
هي الشغالة اللي عندكم شو اسمها؟ اسمها خيزران، ولا عايشة عندي أكثر من 15 سنة، بس صدقني اللي بعرفه عنها شيء قليل. طيب هي منين؟ وأهلها منين؟ ما بعرف، بس إجت لعندي وكانت حبلة. شو؟ حبلة؟ إيه حبلة، وقال جوزها استشهد بالحرب، هذا كل شيء بعرفه عنها. وكيف عايشة عندك كل هالسنين وما بتعرف عنها شيء؟ يا ريت الأرض انشقت وبلعتني وما ورجيت وشي لأبو نبيل بيك. يا خوفي يسأل عني، الحق علي شلقته. يا خيزران تعالي شوي. عادي يا خيزران، أبو نبيل بيك بده يحكي معك. شو يا خيزران؟ عرفتيني؟ عرفتك. منيح. بدي إياكي ترجعي معي على الحارة. لا لا، الحارة ما برجع عليها أبدا أبدا. شبكي؟ شو كان بده أبو نبيل منك؟ شو صاير لهي؟ يعني بفهم من كلامك إنه كاين المخلوقة عاملة عيبة بالحارة وهربانة؟ لا شو هالحكي؟ مزبوط هي اللي عم تحكي، مزبوط. جوزها استشهد، بس هي لما تجوزت بدون إرادة أهلها، وهلا بدي رجع الحارة لصالحهم مع بعض. لا 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 أبو نبيل، يعني ما في داعي ترجعها هلا، مو وقتها. شبك عصمت بي؟ ليش هيك انخطف لونها؟ في شي مخبي علي؟ يعني أنا ما فيني خليها تطلع من عندي، قصدي إنه سكر خانم يا أبو نبيل، ما بتستغني عنها. عصمت بيك احكي وهلا بمشي، ها وباخدها معي. عود أبو نبيل، عود شبك، عود، خلينا نتفاهم. ماشي وهي قعد، تفضل احكي، بس تحكي الحقيقة. ها الحقيقة أنا واقع بورطة كبيرة مع خيزران. ايه احكي، خليني افهم شو عم بيصير. لو بركي بقدر ساعدك. ابني فخري، ابني فخري الله يصلحه، اعتدى على بنتها يا ابو نبيل، وخيزران بدها تشتكي علي للعدلية اذا ما صلحتنا الغلط وسترنا على بنتها. طب شو عم تحكي يا عصمت بيك؟ شو هذا اللي عم بسمعه؟ معقول العيبة تطلع من عندك من البيت؟ شو الحكي هاد؟ طول بالك ابو نبيل، طول بالك وخلينا نتفاهم. وعم تدور له على عروس كمان ومن عندي؟ شو الحكي هاد؟ يا ابو نبيل بيك، يا ابو نبيل هديلي حالك شوي لنتفاهم. على شو بدنا نتفاهم؟ فعلا الناس مخباية بثيابها، يعني شو؟ يا ابو نبيل من ايدنا. الله يصلحك، كان ضروري تحكي له. اضطريت احكي يا سكر، اضطريت احكي. كان بده ياخدها معه وخفت تعمل شيء من قفا ظهرنا. شو هالورطه الكبيره؟ الله يصلحك ويهديك يا فخري على البهدله اللي بهدلتنا اياها. ايه بس لو مو متاكد انا انه ابو نبيل ما رح يحكي، ما كنت تجرأت وخبرته. انا مو زعلانه غير على العروسه اللي راحت من ايدنا. you
خير أبو نبيل؟ أنت من لما رجعت مالك على بعضك؟ ما في شيء، شوية مشاكل بالحارة. أنت من لما رجعت من عند عصمت بيك وأنت ساكت وما عم تحكي شيء بنوم، شو في؟ هدول الجماعة ما لهم نصيب عندهم. يو ليش خير؟ شو صاير؟ مو صاير شيء، سألت عن ابنه ما حدا شكر منه. أوف لهالدرجة؟ عم تحكي عن فخري بابا؟ إيه نعم عن فخري. طلع ما بيستاهلك، طلع معك حق، الواحد ما لازم يتاخذ بالمظاهر. يعني قصدك إنه الشاب طلع عاطل؟ وأكثر من عاطل، ما بيستاهل ضفرة المسيمة. قلت لكم لازم أعرف داخليته، هي طلع كلامي مزبوط، حتى لو شفته ما بقدر أحكم عليه من أول مرة. أي معناتها الحمد لله اللي ما صار نصيب. ألف الحمد لله. خلينا نهرب يا مور، ما عاد إلنا قعدة بهالبيت، تضرب هذيك الساعة اللي رجعت فيها لهون. لوين رح نروح بهالليل يا مور؟ بنروح لعند أم ليلى والصباح رباح. رح نبقى عند أم ليلى؟ لك ما بنقدر نبقى عندها، خلص شو بدك؟ بكره بنهار بندور على عيشة جديدة، وأنا أمنت حالي ومعي مصاري. بس أنا خايفة يكشفونا. ها قدام الصبح، قومي راقبي لي على مهلك الباب، قومي قومي على هسي شوفي لي إذا في حدا بسرعة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اطلعي اطلعي، افتحوا الباب بقى. لا تحكي ولا شيء. مين؟ مين عم يدق الباب؟ أنا خيزران، افتحي ليلى. خيزران؟ بسم الله، فوتي فوتي. شوفي شو جايبكم بهالوقت؟ هلا بحكي لك، سكري سكري الباب. بسم الله عليكي. هاي خيزران ضاب اغراضها ورايحة. نعناها هربت ومعها حق. كان لازم نطمعها بشوية مصاري لحتى تضل تحت عينينا. لا كان لازم نقتلها هي وبنتها ونخلص منهم. ولك أنت خرف؟ انت اصل البلا كله. ذهبات؟ ذهباتي؟ عصمت لك عصمت الحاني. شو بك؟ شو في؟ خيزران خيزران سرقت كل شيء. حتى لو سرقتنا ما فينا نعمل شيء. خلص 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 راحت تصطفل. المهم ما تشتغل فينا بس وتشتكي. بس انت وعدتها انك تستر على بنتها. لك يا سكر، خيزران مالها غبية، هي حست اني عم ماطل وما صدقت قصة العريس كلها على بعضها. يعني عرفت انك انت عم تكذب عليها؟ طبعا عرفت، بس هي جيد ابو نبيل، هي اللي خربت الدنيا. نحن لازم ندور عليها. وين بدك تدوري عليها؟ انسي خلص، خيزران ما عاد فرجيكي وشها بنوب. والمعنى؟ المعنى بح، خيزران خلصنا منها. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، لا انت ولا بنتك. أنا فارق قلبي، ما عاد فيني أقعد أكثر من هيك عندكم، بخاف يجوا يدوروا علي هون، ببقى بطلع عليكم. إيه وشو ناوية تعملي؟ بدك تستكري بيت وتقعدوا فيه؟ شو بدي ساوي؟ ما في غير هيك؟ الله يسر لك يا حبيبتي، ديري بالك على حالك وعلى صفية، إيه؟ إن شاء الله، يلا بخاطركم. خيزران، لازمك شيء؟ قولي لي لا تستحي أنا أختك. تقبري قلبي، ما بدي غير سلامتك، طمني عاملي حسابي بكل شيء، يلا بخاطركم. الله يسر لك. يلا معكم. ديروا بالكم على بعض. صفية ديري بالك على عمك. ان شاء الله. خيزران طمنونا عنكم ها؟ ان شاء الله. لا تطولوا الغيبة علينا ها؟ بإذن الله بخاطركم. الله معكم. تفضلوا تفضلوا. فوتي برجلك اليمين. مثل ما لك شايفة، بيت سياح نياح، كامل مكمل من مجاميعه، مو ناقصه شيء. مبين. إذا عجبك منتكل على الله.
طيب اخي وقد ايه الكره تبعوها؟ مثل ما انك شايفه الزريعه بتجنن خضره ما احلاها. هذا البيت الك بورقه ونص. يو ورقه ونص؟ مو كثير يا ابو رضوان، شنو البيت صغير كثير. والله هذا الموجود، عجبك استكري، ما عجبك اتركي، روحي اسالي ما بتلاقي بهالسعر. طيب راح استكري، امري لله. هالصبيه بنتك الله يسلمها؟ ايه بنتي، ليش عم تسال؟ ما شاء الله طالع على امها. غيره؟ قول ها، ما في شيء ما في شيء. هلا رح اتركك ترتاحي، والمساء انا بدي امر اخذ كري البيت. خاطركم. الله معك. لا حول ولا قوة الا بالله، شو هالعالم هي؟ فوتي بنتي فوتي، حطي من ايدك خلينا ننظف انها الجاج. عندنا كثير شغل بهالاوض. يا فلافل يا فلافل يا فلافل يا فلافل. كيفك يا ابو نحلي؟ هي عمي ابو نحلي، اهلا وسهلا فيك، تفضل فيك، ارس ارس عحب الله قولنا. ان شاء الله دائما. الله تاخر يعني كاسه للسفره. محجوب؟ تعال. اهلين ابو نبيل بيك، لا تواخذني مغبر شوي من الشغل. يعطيك العافيه، الله يعافيك. محجوب، بدي اياك تمر لعندي على البيت، بدي احكي معك جوز كلام. بخصوص شو؟ عاوزك. امرك ابو نبيل. عم بستناك. ها امرك. يعطيك العافيه، الله معك. الله يسامح هالزمن شو عمل فينا، كان ضروري كل هالشقة والتعتير. يا مو أنا السبب بكل شيء عم يصير معنا، مو هيك؟ لا يا مو، ما دخلك أنتِ، نحن الاثنين ضلع قاصر وما عنا مين يحمينا. طيب يا مو ليش ما بتتجوزي وتلاقي مين يحمينا ويوقف معنا؟ ولمين بدي أتركك لك بنتي؟ أنا خلص راحت علي. ليش راحت عليك؟ لطالما تجوزتي أبي وجبتيني على هالدنيا، جربتي الجواز مرة؟ ايه جربته، ويا ريتني ما جربته. هذا اكيد ابو رضوان جاي ياخذ كري البيت. لقوم افتح له. مين؟ ابو رضوان. يلا يلا. خليك تكي ابو رضوان، تكي. تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات. بدي اخذ كري البيت اذا ما بصير سئلي. ايه حقك على عيني. تفضل، هي ورقه ونص. مع السلامه. هيك من على الباب ما في فنجان قهوه؟ سلامة فهمك ابو رضوان، نحن حريم عايشين لحالنا. مع السلامه. ايه حقك، خاطرك. الله معك. يخرب بيته ما اغلظه. محجوب، قلي اختك وينها؟ اختي؟ ليش عم تسأل يا بيك؟ عم بسأل مشان نساعدك ندور عليها. انا اللي بدي ادور عليها، وانا اللي بدي اقتلها. هذا الحكي ما بصير يا محجوب. اختك شو عاملة؟ عاملة اللي عملته. محجوب، أنا جبتك لهون لتحكي لي لنقدر نساعدك ونلاقيها. عافيني يا أبو نبيل بيك، عافيني، ما فيني أحكي بنوب معيتك. بدك تحكي وهلا، لقدر ساعدك. خلي طريق يا بيك، أنا لازم أمشي. تفضل. يا الله. محجوب، يا باسط الراس ما بتجيب نتيجة. ايه
لك شو القصة؟ إنه كيف هيك أبو نبيل اهتم فجأة بموضوع خيزران؟ معقول يكون بيعرف وينها وعم يخبي علي ليعرف الحقيقة؟ إيش كان هيك؟ معناته وصلت لها يا محجوب، وصلت لها. بتعرف وينها بس مخبي عني ما هيك؟ لا ما بعرف وينها، بس بدي ساعدك يا محجوب. في شغلة ما عم تدخل دماغي. رفيق عمرك رمزي ليش قتلته؟ قتلته لأنه خاين. رمزي خاين؟ اي نعم خاين، وهي كمان، بس هي هربت قبل ما. بتوعدني إنه إذا لقيناها ما بتقتلها؟ لا ما بوعدك، لأنه بدي أقتلها. محجوب، قصة أختك الحقيقية مين بيعرفها؟ أبو عزام. أبو عزام؟ مو هذا المهم، أنا جاي بشغلة أهم. أنا شفت أخته لمحجوب. التقيت فيها؟ وين؟ عند عصبة بيك بحارة البير. محجوب بتدري بهالشيء؟ أعوذ بالله، إذا شافها بيقتلها. حكى لك يعني؟ إيه حكى لي، وقال لي كمان أبو عزام بيعرف، مشان هيك جاي عم بحكي معك. يعني بتقصد إنه يصير صلحها بيناتهم؟ أنا صلحها، الشر حاطه بعيونه. والله بعرف، بعرف. بس يعني هي شو كانت عم تساوي عنده؟ صار لها 15 سنة بتشتغل خدامة عنده، وعندها بنت اسمها صفية. عندها بنت؟ بس على حد علمي هي هربت ومانا متجوزة، يعني ممكن تكون تجوزت بعدين. أبو عزام اللي رح أقول لك إياه شيء ما بيتصدق. احكي يا أبو نبيل احكي. خيزران لما راحت بالزمانات على بيت عصمة مشان تشتغل عنده كانت حبلة، وقالت له إنه هي مقطوعة من شجرة وجوزها استشهد. أنا بفهم كلامها إنه صفية هي بنته لرمزي؟ شو عم تحكي أبو عزام؟ صفية بنته لرمزي؟ الله ربي، معقول اللي عم بسمعه؟ شو هالحكي؟ ولو لسه في مصيبة أكبر. ولسه في مصيبة أكبر من هيك؟ ابن العصمات عامل العيبة مع بنتها لخيزران ومو راضي يعني يستر عليها. الله ربي، أنت شو عم تحكي؟ ليش مين حكى لك؟ لما كنت عند عصمات زلق الدم مني بالحكي على أساس إني ساعده، بس لما سمعت الحكي ضرب الدم على راسي، عصبت ومسحت فيه الأراضي، عملت حالي وضليت ماشي. وبعدين؟ ما في بعدين. خيزران بدها تقدم شكوى للعدلية، بدها تفضحه. لازم تفضحه، الله لا يوفقه. هدول بشر ولا وحوش؟ بتوعدني إنه إذا لقيناها ما بتقتلها؟ لا ما بوعدك، لأنه بدي أقتلها. ما عم صدق إنه أبو نبيل ما بيعرف عنا شيء. أكيد بيعرف وما بده يحكي مشان ما قتلها. لك شو بدي ساوي معه؟ لازم أعرف منه وينها، لازم. يا عصمت، أبو نبيل بيك، يا ميت أهلين وسهلين. شرف شرف، تفضل. اسمع، أنا جاي لعند منك مش أروح لعندك على البيت، بدي أخذ خيزران. خيزران؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو نبيل بيك.
خيزران هربت. شو؟ هربت؟ اي نعم هربت. هربت من ليلة ما حضرتك كنت عندن مني. لا ومو بس هيك، وسرقت كمان نص صيغة سكرخانه. ولك انت شو عم تحكي؟ ولوين راحت؟ شو بعرفني؟ عم قلك مخلوقة هربت، يعني معقول تقلي وين رايحة؟ ودورت عليها؟ وليش لحتى ادور عليها؟ تصطفل، هي حرة، أنا أصلاً ما عاد لي دخل فيها. عصمت، هذا اللي صار كلياته من تحت راسك أنت وابنك، كان لازم تصلح غلط ابنك وبسرعة. هذا اللي صار، شو أعمل؟ ماشي، أنا رح دور عليها، بس إذا سمعت أي خبر عنها تجي وبتخبرني. حاضر حاضر أبو نبيل بيك، بخبرك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مو تركي من ايدك تقبريني، روحي جيبي العدسات خلينا ننقيهم على بكير. يلا. حاضر يا مو. الله يرضى عليك يا رب. الله لا يوفقك يا فخري. معقول اتركه ينفض بعملته؟ كيف بدي اشتكي عليه وانا هربانه من وش الداخليه؟ بشكي لله وهو بياخذ لي حقي منه. طمني، شو صار معك؟ تأخرنا يا أبو عزام، طلعت هربانة. هربانة؟ وين راحت؟ بنص الليل ضبت غراضها ومشيت، وفوق هاد سرقت الذهب تبع سكرخانه. شو هالحكي؟ هربانة لشيرنا ما حدا يعرف وينها. كيف بدنا نلاقيها؟ لازم نلاقيها قبل ما يسبقنا محجوب ويلاقيها. لو بده يلاقيها محجوب كان لقاها من زمان. بعدين هي بتعرف كيف تحمي حالها منه. بس هذا الواطي فخري حسابه رح يكون كتير 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 عسير. لازم نحاسبه، بس بعدين. هلا بدنا نلاقي خيزران. تاركني لوحدي بالدكانة، وين مختفي؟ خلي قلبنا عليك تقبرني. كنت عم دور على خيزران طول النهار، بدي لاقيها يا بي. ما شاء الله عليك، مفكر حالك رح تلاقيها. بعدين انت شو لسه بدك منها؟ بدي حاسبها. شنو سرقتنا يا بي؟ بدك تحاسبها. بدك تحاسبها ولا في سبب تاني؟ لا طبعا طبعا بدي حاسبها. شو السبب الثاني يعني؟ يا ماما مو مستاهلة تضيع نهارك كرمالها. فكرت حالي رح لاقيها، سألت عنها بكل دكاكين الدلالين، قلت لحالي بجوز راحت عند حدا منهم تستكري بيت، وهيك بنعرف وينها. ما بدنا نعرف وينها، وما بقى بدنا اياها. انسوها انت وامك بقى، انسوها. خلص عصمت، نسيناها نسيناها، شلناها من حياتنا. برودو أكلت شي؟ مو محط لك تاكل؟ إجت شي مرة هي وبنتها استكروا بيت هون بالحارة. من إمتى؟ من شي شهر. ما إجتنا عندي. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. مين بده يدق علينا؟ صاير كل ما بيندق هالباب ما بعرف شو بصير لي. ما في غير ابو رضوان، مين بده يكون غيره؟ ما حدا بيعرف. يلا قايمة افتح. عادي انا قايمة افتح له. كملي اكلك. مين؟ ابو رضوان افتحي الباب. يلا جاية جاية. استنى ابو رضوان تفضل. يلا يلا
خير؟ شوفي ابو رضوان شو جابك؟ استهيت لكم شويه حلو، تفضلي. ما بدنا غير سلامتك، ليش معذب حالك؟ كتر خيرك. كان ما في شيء من واجبي، خذي من ايدي. يسلموا. طمنيني، ان شاء الله عجبك البيت. ماشي حاله، ساترنا. اماني، اذا بدك شيء امرئي لعند مني على الدكان، شو بدك تكرم عينك؟ ما بتقصر، الله معك. ايه، بخاطرك. مع السلامة. يبعت له ده السلمة اغلظه، جايب حلو قاعد يحلى وبره الهي، شكله حاببنا. منيح يا مو؟ لا مو منيح حبيبتي. ليش؟ لانه بصير سري مري، رجله بتاخذ لعنا وانا ما بدي حدا يدرى فينا. كلي كملي اكلك كملي. بعت له حمى ما اغلظه. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. تفضل عم يشرف. شرف. الله يخليك، زيد فضلك. سيدنا، اجت لعندكم شي حرمه هي وبنتها، استكروا هون بيت بالحاره. حرمه هي وبنتها؟ ايمتى ذكرني؟ من شي شهر. شي شهر حرمه ومعها بنت صبيه، تماما تذكرت. ايه، واستكروا عنا بالحاره هون، وكانت تنادي لبنتها صفيه. هي هي اللي عم دور عليها. الله يرضى عليك. اللي وين ساكنه بنوبك الاجر والثواب. قبل ما اقول لك وين ساكنه بدك تقول لي مين انت وشو بتكلها مشان نطمن. تعرف يعني يا سيدي، انا اخو جوزها للحرمه. بتروح من هذا زقاق عمي في بيت ابو رضوان، هن بيعرفوا وين هون ساكنه. ايه تفضل. الف شكر. اهلا وسهلا عمي، شرفت. يلا. أنا أبو نبيل يا أخي زران. افتحي. أهلين أبو نبيل. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. في موضوع بدي أحكي معك، بقدر فوت؟ إيش؟ تفضل. يلا. يا اخي زران، داخ راسي وانا عم دور عليكي، ما ضل دلال بالشام، لك ما ضل حاره الا عم بسال عنك فيها. وليش ابو نبيل بيك؟ ليش عم تسال عني؟ قلت لك على الحاره ماني راجعه انا. لا حول ولا قوه الا بالله. اخي زران، انت اختي بعهد الله وما راح اتركك لحالك انت والصبيه. كتر خيرك. انا شفته لعصمت، كنت يمسح فيه الارض على العمايل اللي عملها معك انت وبنتك. حكى لك؟ حكالي علي عمله ابنه فخري. اوعك تفكري انه القصة رح تمرق هيك، حسابه رح يكون كثير عسير. استر علي وعلى بنتي، هات ايدك لبوسه الله يوفقك. استغفر الله العظيم، شو هالحكي يا اخي زران؟ انت بنت حارتي، يعني لازم استر عليكي، هذا واجبي. اخ يا ابو نبيل بيك، لو تعرف الذل اللي دقناه، محروق قلبي على بنتي، دمه لفخري ما بكفيني. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بامانتي وما حدا بيسترجي مس شعره لا منك ولا من بنتك. والله العظيم ما بعرف كيف بدي اشكرك، لانه مثل ما انك شايف انا وبنتي ضلع قاصر وما لنا حدا. شو هالحكي هاد؟ واخوكي محجوب وقال الحاره، شو نسيتي؟ لا دخيلك، محجوب لا تقربني عليه، شنو والله بيذبحني. بكل الاحوال محجوب مرق لعندي وحكى لي كل شيء، حكى لي كل القصص القديمه. لا تخافي، انت بتضلي هلا هون لنشوف لقدام شو بدنا نساوي. إن شاء الله. وفي شغلة تانية، عصمت حكالي إنك أنت سارقة من صيغة حرمته، هذا الحكي صار؟ آه والله العظيم طول فترة خدمتي عندهم ما شافوا مني إلا كل منيحة. خيزران، هذا الحكي صار ولا ما صار؟ صار،
بس غصب عني طلعت من عندهم وما عطوني ولا فرنك. شو بدي اعمل انا وبنتي؟ بس والله العظيم مو قصدي السرقه. مصدقك خلصنا. اصلا هو بعظمه لسانه قال انك انت وحده امينه ولا مره غدرتي فيه، وهي هي الحقيقه والله. على كل حال انا رح اصير شقشق عليكي وشوف شو لازمك، بس اهم شيء هلا رجع ذهبات العصمت. ايه بس كيف بدي رجعون وانا صارفه منه؟ لا تاكلي هم، انا بعوض اللي صرفتيهم، بس ما بدي اياكي تطلعي بعيون الناس انك حراميه. صح الحكي ولا غلط؟ صح، يكتر خيرك. خدي هدول خليهم معك. ايه بس هدول كتار بيلزموكي. الله يجبرك يا حق. يلا انا صار لازم امشي عن اذنك. بامان الله. ديري بالك على حالك. ماشي. الحمد لله رب العالمين. الهي يرزقك ويجبرك ويفتح لك باب الرزق يا حق. ابو عزام. اهلين ابو نبيل. والله انبسط انك رجعت على الشغل. ومين خبرك اني انا هو؟ تلفنت على البيت، قالت لي مع الزام انك نزلت على الدكان، من قلبي فرحت. والله يا ابو نبيل كون كذاب ايش كان قلت لك اني قادر اشتغل. ان الله مع الصابرين. شو يعني؟ بدك ترجع على الشغل؟ بلا ناوي، بس والله ماني قادر اتحمل غياب عزام عن الدكانه. بدك تطول بالك يا ابو عزام، هي الدنيا هيك. سيدي شيلك مني، اللي لشوف لي جاي لعندي. يا سيدي خيزران، عرفت وين محلها وشفتها. شو هالحكي؟ وكيف اجتمعت فيها؟ هلا جايتي من عندها، حالتها بتقطع القلب، هديتها وروقت لها بالها وعطيتها قرشين. حسبي الله ونعم الوكيل. ومحجوب رح تخبروه؟ لا، هلا ما رح له شيء، فاير استنى لي يهدى وبعدين لكل حادث الحديث. جاي اطمن عليكم وشوف ايش كان ناقصكم شيء. وبالمعيه بدي اشوف قد ايه صار فيك كورام. هلا بدك تشوف ابو رضوان وما تجي الصبح تشوف؟ الصبح ماني فاضي. شي؟ ليه صار فيك للآن؟ شو هالحكي؟ صار في خير الله قوي، تعي قربي قربي شوفي تاكدي بنفسك. فرجيني ليش منيح؟ اه شوفي ها. ليه؟ يخرب بيتك شو عم تعمل؟ لك شو عم تعمل؟ ما بتستحي انت؟ شبكي يا ست خيزران؟ ما سوينا شي غلط. كل هاد وما عملت شي؟ لك ما بتستحي على جيبتك انت؟ انقلعت ولا برا؟ عم تقلعيني من بيتي؟ هذا بيتي، من وقت ما استكريته صار الي، اطلع لبرا. خلاص خلاص بقى خلاص، لا تفتح عينا. اذا ما بتطلع برا بيتي يامي عليك خلق الله. خرب بيتك شو قوية، عم تتبليني نسوان اخر زمن. انا عم بتبلى؟ لك انقلع، لك اطلع لبرا، لك الله لا يوفقك يا كلب، الله لا يوفقكم. لك يخرب بيتك شو نزلت؟ لك العمى، لك شو عم يصير معنا يا عالم؟ شو الدنيا اللي عايشين فيها؟ روح يا مروان. اه يا ربي دخيلك. عم يا ابو عزام منيح لي لقيتك. اهلين محجوب. اهلين عمي. انا ضايع وحياتي مربطه، ايش كان بتعرف وين اختي؟ اللي وين؟ الله يستر على عرضك. رح تعرف بالوقت المناسب. انتو شو عم تخبوا عني؟ الله وكيلك ما تركت حارة بالشام اللي دورت عليها فيها ما عم لاقيها. اللي وين؟ الله يجبر بخاطرك. يا ريتني اقدر. لك ابني كل واحد عنده هم اكبر منه. مشان الله ما تواخذني عمي ابو عزام، من غرقي بمشكلتي نسيت مصيبتك. يا محجوب نحن ضحايا اخطاء غيرنا، بدنا نتحمل يا ابني، بدنا نتحمل. عمي ابو عزام انت غريمك قدامك. شو بتقصد؟ شكري هو القاتل. بس انا ما عندي دليل ضده، انا كيف بدي امسكه؟ ما
بعد الحادثة بيقول لي جاي عليك الدور يا ابن الكندرجي. هو هيك قال لك؟ اي نعم هو هيك قال لي. إذا بدنا نفسر كلامه نعرف إيش كان هو القاتل ولا لا. مشان الله لك كرمال الله هي اختي من لحمي ودمي لا تحرمني منها. هدي شوي يا محجوب هدي. ما بدي هدي بمعيتك بدي اختي لك بدي اشوفها بدي رجعها لا تحرمني منها يا بيك. عود عمل لك عود. اب نبيل بيك اختي وينها؟ بدي اروح لعند منها. محجوب اسمع وفهم منيح رح اخذك لعندها ورح تشوفها بس بشرط. شروط شو ما بدك؟ ما بتعمل أي شيء لا بتضربها ولا بتد إيدك عليها. ما بتعمل أي شيء تندم عليها. هي أختك من لحمك ودمك. أمرك خلص ما رح سوي شيء يندم عليه. ماشي رح نروح لعندها وتشوفها وترجعوا حبايب وننسى الماضي. وبما أنك دخلت بيتي ودعست بساطي بدك تشرب قهوتي ولا لا؟ بابا ابو نبيل بيك. خليكي يا مو انا رح افتح الباب. هذا اكيد الله لا يوفقه ابو رضوان رجع بعد ما قلعته. انا رح ورجي قيمته. مين؟ ابو نبيل يا بنتي ومعي ضيف. شهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا